beaucoup d'être parmi nous pour le lancement de cette ligne Rafa Abu Dhabi. C'est un plaisir, ça prouve encore une fois, une nouvelle fois, que les relations entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis sont exceptionnelles. إقلاع الوجهة السياحية للرباط، الرباط هي عاصمة المملكة المغربية ولكن كذلك عاصمة من ناحية الثقافية، عاصمة من ناحية السياسية. تكون بذلك أول حلقة ربط مباشر بين عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي ومدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية والتي سيتم تسييرها يوم الجمعة الأربعاء.